ارمي الجوينت اللي في ايدك ده بسرعه. في امين شرطه يشرب جوينت قدام الضابط بتاعه وتاخد لك نفس يا باشا. هتحبسنا والله العظيم هتحبسنا. ارميه بسرعه. تمام يا فندم. قبل العربيه اللي جايه دي شوف رخصها. يلا يلا رخصك. بس مهندس رخص. رخصة؟ أنا ما معيش رخص يا باشا. في واحد ما معهوش رخصة يا باشا. يا نهار اسود، معهوش رخص؟ أنت يا ابني أنت. نعم يا باشا. معكش رخص ليه؟ ما هو مش أنا اللي سايق يا باشا. وافرض اللي جنبك بيجرى له حاجة، مش أنت اللي هتسوق؟ ما أنا ما بعرفش أسوق يا باشا. كمان يعني لا معاك رخص ولا بتعرف تسوق، ده أنت وقعتك سودة. يا نهار اسود، أنا أصل سواد يا باشا. طب إيه العمل يا باشا؟ ولا حاجة، عايزين منك 35 جنيه وصورتين وشهادة بطنة ونظر. والامتحان امتى؟ لا ما هو مفيش امتحان غير لما تطلع رخص. اه صحيح. يعني ايه يا باشا؟ يعني هنحتاج منك كمان 35 جنيه وصورتين وتيجي بكره الصبح بدري، انت فاهم؟ بصراحه انا مش فاهم حاجه في اللاتين دي بقى يا باشا. انا ما معيش صور. مش مهم، احنا حفظنا شكلك. طب ممكن 10 جنيه كده؟ يلا يلا. هات لي الواد بتاع الدليفري اللي جاي هناك ده بسرعه. على فين يا وحش؟ يا باشا انا رخص سليمه ولابس الخوذه وكله تمام. انت مش رابط الحزام ليه؟ قول لي يا ابني انت، الصندوق ده فيه ايه؟ فيه اكل يا باشا. والاوردرات اهي. ورينا الاوردرات دي. راجع معايا الاوردرات دي بسرعه. حاضر يا باشا. اتنين موزة. اتنين موزة. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام مشوي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام محشي. اتنين حمام زاجل. مفيش حمام زاجل؟ اكيد سبعه. امسك امسك. هات دول. اتنين حمام مشوي، يبقى الحساب 66 جنيه ونص. ايوه باشا ما انا عارف. طب ما تدفع ولا هتاكل سفلقه. انا مش فاهم حاجه يا سعاده الباشا. مش فاهم حاجه ايه؟ 66 ونص محتاجه اشهر. هتبلط الجد ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا. اتفضل يا باشا. دول 70 جنيه يا باشا. اكتب له وصل ب 3 ونص. قالوا يا راجل. يا باشا ده تبس. احنا برضه الناس بنلف في الوصول. يلا يلا. بونا بيتير. انزل يا فؤاد شوف في ايه. الظاهر دي لجنه يا باشا. ما انا عارف انها لجنه. انزل قول لهم ان انا مستعجل. حاضر. لو سمحت يا سياده الامين، نسيم باشا الرشيدي في العربيه ومستعجل، لو بس ممكن تديله طريق. يعني ايه نديله طريق؟ زيه زي بقيه الخلق. بس يا امين انت لما اكون انا موجود انت ما تتكلمش خالص. احنا اسفين، قول للباشا يعدي. شكرا يا باشا. القانون قانون. خلاص يا عم المحامي، القانون قانون ايه؟ بيقول لك باشا يعني ممكن يطلع لوا. اترمي على جنب هنا، مش عايز اسمع صوتك. يلا عدي عدي سكه بسرعه. عدي عدي يا اخويا عدي. باشا ممكن بس كارت من سيادتك؟ انزل هات لي الولدين دول بسرعه. ولدين مين يا باشا؟ اللي عاملين نفسهم امين وصابت. انزل اتحرك. جعفر يلا جعفر اجري. ايه يا باشا؟ باشا انت صدقت عبد المجنون في العربيه؟ عبد المجنون مين؟ بعدين هشرح لك. يلا قول لهم قوم عليهم ابن خالتك. يلا. طب ازاي بس يا باشا؟ اجري بسرعه الحقوه ما تعرضنيش. الحقوهم اجري. اجروا ادوهم بسرعه. كل مين حضرتك؟ سلام عليكم يا مسطول. دول حكومه يا باشا.
باشا سيادتك انتوا سبقتوا الحرمية. طب اجروا انتوا الناحية الثانية. محدش فاهم حاجة خالص خالص. امسكوا الناس دول. عيب كده عيب كده. انتوا جايين لحد ما نجيب بقى القوه يا ناس. هم اللي نصابين مش احنا. الله احنا ساكنين هنا من زمان عمره ما حيانا. يلا بينا يا عم نقلع الكلام ده. يلا اسيبك لا ازيك يا صايع يا ضايع انت وهو يا ست اولجا. عيب كده ما انت كنت عامله فيها ننسى عجرم من شويه. ايه ده وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ست اولجا. النهارده عيد الشرطه. عيد الشرطه؟ امال في العيد الكبير هتلبسوا ايه؟ خرفان. يخرب بيت عسلك ده انت فظيعه. وبعدين يا ست اولجا في كلبين قصر النيل اللي انت طلقاهم علينا دول ما تحبسيهم احسن. او تسميهم. اسمهم سم كده داريكو ودي فيك دول حبايبي. لا تقطع عليه. طب يلا بقى خدي حبايبك وخشي نامي. عيب كده يا ست. عيب. صدقوا بقى انا مش جاي لي نوم. ما تيجوا كده تضربوا معايا عسلين محجر فوق السطوح. عسلين محجر يا ست طيبه. بص اطلعي وانا هحصلك على طول. يلا اطلعي بقى عسلين محجر. ما تحجروش معايا. يلا يا حبايبي. يلا يلا ضربت يا معلم. تعبان يا عم وحيده بقى ما خلفتش. محجر ما جعفر يا ابن النصابة. عبده مجنون. عمل ايه ده عشان يبقى باشا؟ اكيد اشترى جاكيت جلد. لا اكيد خد شقه قانون جديد. عموما هيبان. وبعدين سيبك منه وقوم رايح جسمك شويه. الموضوع مش هزار يا جعفر. الراجل ده واصل ومش هيسيبنا في حالنا. احنا بس اللي عارفين اصله وفصله. ابوه خريج سجون وهو اصلاحيه. ما انا بعت له الورق. طول ما الورق ده معانا احنا في امان. بقول لك ايه، احنا من بكره لازم نخبيه. وهنخبيه ازاي نسيم ده؟ واحنا هنخبي نسيم نهبي بيه ايه؟ هنخبي الورق. ما تفوق يا جعفر وبطل البنجو اللي بتضربه ده. تليفوني ده. يا سونس. ايه يا حبيبتي؟ وانت كمان وحشاني والله. قول لها تيجي. ثانيه واحده. بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه وماليش مزاج. انا ليا مزاج واعصابي حديد. يا عم انت مالك انت تيجي؟ ما تجيش انت مالك. اي حاجه اضطر القعده يا حوده. وانا بكلم مروحه اضطر القعده. معلش عشان البتاع ده بيطلب حاجات غريبه. طب خلاص. يا سونس بقول لك ما تعدي عليا بعد ساعه كده. خليها تجيب معاها عشاء. ثانيه واحده. عايز ايه؟ عشاء. هاتي معاك عشاء يا حبيبتي. سمك. ما خد كلمها. طيب انت معلش يا حوده اصل البتاع ده بيطلب حاجات غريبه قوي. معلش. معلش يا سونسون. هاتي معاكي سمك وانت جاي. يلا حبيبتي انا في انتظارك. سلام. بص بقى يا معلم، جو خرم الباب وتبص علينا واحنا جوه في الاوضه ده مش هينفع معايا خالص. وهو انا هبص عليك انت؟ انا هبص عليها هي. يا سلام يا ابني دي صاحبتي انا. احنا الاثنين واحد يا حوده. لا في دي اتنين يا معلم. يخص عليك يا حوده. تهون عليك العشره والصحوبيه والمرمطه واسكندريه. خلاص خلاص يا شكري. اخليها تجيب معاها واحده. طيب لا حرام. حرام؟ يعني بصك من خرم الباب علينا ده حلال واللي احنا بنعمله ده حلال؟ وانا بقول لك نتوب يا حوده وانت مش عايز. خلاص توب انت لوحدك وروح اشتغل فرد امن ب 200 جنيه ولا اقول لك اشتغل في الطاقه الذريه. تريق تريق بس اي حاجه حلال احسن. الكلام ده لما تيجي تذبح. لكن انا عايز اقول لك على حاجه بقى، احنا فنانين مبدعين من نوع جديد. ازاي؟ لا هشرح لك بعدين. المهم اخليها تجيب معاها واحده. تجيب طبعا. طب ما كان من بدري. برافو. تستاهلوا فعلا انكم تشتغلوا معايا. ايه اللي في وشك ده؟ هجمة مرتدة صح؟ ولا مكياج؟ قولي مكياج ريحني. لا ده بجد يا باشا. اخرس. اسمع يا نسيم باشا. ما تقوليش يا باشا. طب اسمع يا نسيم. ما تنطقش ولا كلمة. العيال دول عايزكم تجيبولي كل المعلومات عنهم. ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ لهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ مفهوم؟ برافو يا باشا. بس شوية بيانات صغيرين عنهم كده. يعني ايه؟ يعني ساكنين فين؟ بيعملوا ايه؟ ليهم سوابق في إدارة النصب ولا لا؟ حمار. بره. حاضر يا باشا. بره بره. برافو يا باشا. بره حيوان. في ايه يا لولا؟ موظف الشهر العقاري جه يا باشا. دخلهولي على جوه.
الورق جاهز؟ جاهز ومتسجل قانوني باسم سيادتك يا باشا، يعني حته الارض دي دلوقتي بتاعت سياسه. طب خدي دوت وخدي مدير البنك وانت عدي على الحسابات. الله يبارك لك يا باشا. محدش هيولع في الكلاب دي ولا ايه؟ كلاب ايه بس؟ سيبك منها خليها في المزز اللي جايه. بص بقى يا جعفر، انا مش عايزك تخاف من اي مزه. اخطف المزه قبل ما تخطفك. من الاخر كده انت محتاج معلقتين ثقه. معلقتين ثقه ايه بس؟ وانا اعمل علاقه مع كوبايه؟ وبعدين يا حوده انت عارف مشكلتي، ابتسامه في اللقاء وسرعه في الاداء. ابتسامه في اللقاء دي مطلوبه، لكن سرعه في الاداء دي لازم نقعد فيها مع بعض شويه. حق يا حوده، الموضوع ده لو اتظبط يبقى لك الحلاوه. بص يا معلم، اول ما عينك تقع على اي مزه غمض. غمض ايه الاندهاش ده؟ عادي يعني. خلاص اغمض. بعد ما تغمض تعد من واحد لحد عشرة. وانا لما اعد من واحد لحد عشرة بصر هيرجع لي تاني. هزر هزر، ما هو ده اللي جايب لك السرعه. جوب جوب. ايه ده؟ فين صاحبتك؟ ما لحقتش اجيب حد معايا. ابدا العد يا حوده. عد بس من واحد لحد ما النهار يطلع. خش خشي. مين الوحش؟ الله، ده ابن اختي. وانت جايبه ابن اختك ليه؟ رايحه مستوصف؟ الله، ما انا سيبه عند مين؟ سيبيه مع عمه جعفر. تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. خد يا جعفر، مبروك مجالك. وانا اعمل بيه ايه ده؟ عد من واحد لواحد ونص عبال ما اجيلك. يلا يا اختي يلا. استنى، والسمك مش هنقليه؟ وانت جايبه مشوي؟ لا، جايبه ني. دي هبله. دي ليله زفره يا معلم. عملتها انت كمان، عندك سرعه في الاداء. انت بتعمل ايه؟ لا ده موضوع قديم، هبقى افهمك عليه بعدين. طب يلا يلا عشان مستعجله. مستعجله خالص. مستعجله قوي يا ست. هتسفي وانت بتتكلمي. طب يلا عشان مستعجله. لا اذا كنت مستعجله عندك جعفر قاعد بره سرعه في الاداء استاذ، لكن انا بالراحه بالراحه بالراحه. بس 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 يا حبيبي بس. ايوه ايوه بس، رديك بالبناء في وشك. بس 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 بس، عشان خالتك مركزه جوه ومش عايزين نقطع تركيزها. بس يا حبيبي بس بس بس. انت بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشرب. انا ما بعملش حاجه، انا بشرب. هو انا كل ما اقول لك يلا تطلع لي 100 حجه؟ افضحيني بقى افضحيني، مش كده بالراحه شويه. طب يلا يلا. ايه يلا؟ عشان مستعجله. ما هو الهواجه دي هتخليني ما اعرفش اعمل حاجه خالص انا. طب يلا. حاضر يلا بقى. حاضر حاضر، هتصرف. حاضر يلا. حاضر. ايه انت رشه رنجه ولا ايه؟ دي ملوحه. طب يلا بقى. وفي اي لاف يو جوه برضو. انا عايزك لما تروح تحكي على كل اللي شفته هنا. عايزك تجرسها عشان هي كدابه وقالت ان هي واخداك عشان تفسحك وسايباك وبتتفسح هي. بقول لك ايه، تحب اوريها لك جوه وهي متلبسه؟ تعال تعال قوم يلا بينا. هوبا. بص بص، معلش انا هستخدم صباعك عشان انت صباعك رفيع. لو وقعت لي المنديل ده هبصصك. بص يا عم بتعيط ليه؟ وانا حاطط لك في خلاط. دي للكلب عمره ما يتعدل. هو في ايه؟ خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. ماشي يا جعفر. انت لسه هتبوس؟ بلاش احباط بقى، يلا من هنا. يلا قوم البسي هدومك وخد ابن اختك وخوري يلا. يعني انت تفتكر خالك هيعرفك بعد ما طردك من 15 سنه؟ طبعا هيعرفني، وبعدين ما طردنيش، انا اللي مشيت بمزاجي. خالي حبيبي. خالك مين يا حيوان؟ مش عم عبد المحلاوي برضو؟ مش فاخر يا ابني، وانا عادي دفتر ده مش عارف هو مين اصلا. هيعرفك انت. يلا يا ابني مش فاضيين. استنى بس يا حوضه، طول عمره كده بياخد وقت عقبال ما يسخن. هو تستر وقت ايه اللي هياخده؟ ورانا شغل يا جعفر. بص فيها كويس. مش شايف يا ابني، العتب على النظر. انت فين؟ ما تحرجنيش قدام صاحبي بقى يا خال، خلي عندك دم. الواد التخين اللي واقف زي العجل ده، يعني فتحت دلوقتي وبقيت زي القرد. انا بتكلم على اللي وراك بس. يا حوده، الراجل الذاكره بدات ترجع له. انا جعفر ابن اختك زنوبه اللي جيت من البلد وطردتني. اقصد لما مشيت بمزاجي. في حاجه يا بابا؟ عايزين حاجه يا اساتذه؟ بابا
انت بدريه ولا عيشه ولا رشه ولا علا ولا هانا ولا حاله؟ انا عيشه. انت مين؟ انا جعفر ابن عمتك زنوبه. ازيك يا جعفر؟ ازيك يا عيشه؟ اخس عليك، احنا قلنا انك هجرت ولا لا قدر الله يكون جرى لك حاجه. عمر شقي بقى يا عيشه، اقدم لك صديق عمر حوده. ازيك يا عيشه؟ ازيك يا حوده. وانت بقى بتشتغلي ولا بتدرسي؟ انا كمبيوتر بروجرامر. وانت؟ لا انا كويس الحمد لله. بقول لك ايه يا عيشه، عايزك في موضوع كده. تحت امرك. واخد البنت ورايح فين يا حيوان؟ رايحين نركب عجل. خدني وراك. الصندوق ده فيه ورق مهم، عايزك تشيليه امانه عندك. اوعى حد يشوفه يا عيشه. من عليا. سلام عم عبدو. عبدو مين؟ في واحد بتباش اسمه عبد الناصر قام بالثوره امبارح. امبارح؟ طب خش نام انت وانا هصحيك على العبور ان شاء الله. كتك نكسه. احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تضرب مخ.